أدى تفجير مزدوج في إقليم قندهار جنوب أفغانستان إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وجرح 60 آخرين، جراح بعضهم خطيرة. وقالت شرطة الإقليم إن أغلب الضحايا من المدنيين ومن بينهم أطفال وجنود. لا تزال حالة الانفلات الأمني تسيطر على المشهد السياسي في أفغانستان، فقد أعلنت مصادر بالشرطة ومسؤولون في وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين في انفجار سيارتين ملغومتين في إقليم قندهار بأفغانستان. المتحدث باسم حاكم قندهار جويد فيصل قال إن أحد الانفجارين كان بواسطة عبوة ناسفة وأن أغلبية الضحايا هم من المدنيين، لافتا إلى أن الانفجار كان يستهدف رجال الشرطة وسيارات عسكرية في مكان عام يقصده المدنيون للاستراحة، الأمر الذي يفسر وقوع العديد من المصابين في صفوف المدنيين وخصوصا الأطفال. إلى ذلك وصف مستشفى موريس بقندهار صعوبة الحالات التي استقبلتها بعد ارتفاع أعداد المصابين الذي لا يتناسب مع التجهيزات الطبية اللازمة، إضافة إلى خطورة الإصابات جراء تطاير شظايا القنابل. من جهة أخرى قال شهود عيان إن الهجمات وقعت في منطقة إينو مينا السكنية التي قام بتطويرها مستثمرون بينهم رجل الأعمال محمود كرزاي شقيق الرئيس حامد كرزاي عام 2002، غير أن إقليم قندهار يعتبر معقلا رئيسيا لحركة طالبان ويأوي الكثير من زعماء الحركة المطلوبين من الحكومة المحلية وقوات الناتو. ارتفاع حدة التفجيرات وتنوعها في منطقة إلى أخرى يأتي ليزيد منسوب القلق إزاء الوضع في أفغانستان مع استعداد معظم القوات القتالية الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة لمغادرة البلاد بنهاية العام المقبل. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرح في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي أوباما سيعلن عدد القوات القتالية التي ستتركها الولايات المتحدة بعد الانسحاب، فيما يترقب الأفغان قرار واشنطن خشية وقوع الفوضى واندلاع حرب أهلية مع عدم وجود قوات أجنبية في البلاد.